وقع الأردن واليابان اليوم اتفاقية قرض ميسر بقيمة 254 مليون دولار لتعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية لإصلاح الخدمات العامة في الأردن. وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري قال في بيان صحفي عقب التوقيع إن القرض سيسدد على مدى 30 عاما، منها 10 أعوام فترة سماح بفائدة 2%، حيث سيتم تحويل الدفعة الأولى من قيمة القرض البالغة 85 مليون دولار قبل نهاية العام، والمبلغ الباقي في الربع الأخير من العام المقبل. وبيّن أن هذا القرض هو الثالث الذي يقدم كدعم مباشر للموازنة العامة لتعزيز الوضع المالي والمساهمة في تغطية نفقات الميزانية العامة بهدف التخفيف من التحديات التي تواجه المملكة.